أنا شجان الشمني من مدرسة الفرعونية الثانوية بنات. جينا هي محاضرة أعطونا عن الإدمان وعن مشاكل البشرة والتجميل والأشياء المغشوشة، طبعا استفدنا واجد أشياء منها. بس يعطيكم العافية. السلام عليكم، اسمي كاثر التميمي من ثانوية الفرعونية بنات. استفدت وايد من المحاضرة، استفدت شلون أحافظ على بشرتي والتغذية وشلون أشتري أشياء زينة حق بشرتي ويعني ما أضرها وكذي سوالف، وشكرا وايد حق وزارة التربية والصحة. الحمد لله استضفنا ثانوية الفروانية بنات الصف الثاني عشر. علمي كلكم علمي؟ كلهم علمي. ثانوية مميزة جدا، وخذوا محاضرة جدا قيمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمزيفة، مستحضرات تجميل المزيفة، الأدوية الخاصة في الرجيم اللي قاعد تنباع عن طريق الصيام، مواقع التواصل الاجتماعي. ثانوية مميزة راح تتنافس مع ثانوية الجهرة، من يفوز ما ندري.